ضيفتنا ماريا أبي هيلة وهي معالجة نفسية من برين ستيشن كلينيك. رح نحكي معها أكثر عن السوشيال ميديا versus رياليتي أو الحقيقة مقابل وسائل التواصل الاجتماعي. بونسوار نونا. بونسوار، كيفك؟ كيف كنت؟ Good. إن شاء الله الكل يكون عم يسمعونا يكونوا منيح. هيك كنا بهاليومين اللي قطعوا عم نشوف شوي فيدباك الأشخاص على الموضوع، وقت سألناهم إذا هن نفس الأشخاص عبر السوشيال ميديا وبالحقيقة، كتير أشخاص جاوبوا إنه بيفرجوا بس الشق اللي بحبوه على السوشيال ميديا، كتير أشخاص جاوبوا إنه 80% 95%، كتير أشخاص جاوبوا إنه بيفرجوا بس الأشياء البوزيتيف على السوشيال ميديا. فاليوم خلينا نحكي أكثر عن هالموضوع، ويمكن فينا نبلش هيك بهالترند الموجودة أكثر شيء اللي بنشوفها بهالفترة، السيلبرتيز الانفلونسرز المؤثرين اللي بنشوفهم على مواقع التواصل الاجتماعي، هاللايف ستايل يمكن اللي عم بينشروها بين الشباب والصبايا بشكل خاص. شو الدافع برأيك؟ خبرينا أكثر عن هالموجة الموجودة. مزبوط. هلا كثير في تندنسي الواحد يفرج على السوشيال ميديا انه هو عايش حياه انه whether wealth whether success whether حتى بالبودي شيب، انه هو مثلا عنده a perfect body، عنده a perfect face، حياته عايشها بلا مشاكل، دايما showing pleasant emotions، happiness دايما، feelings of Isabel excitement. So بيكون كمان sometimes exaggeration من هيدا الموضوع. So هل ممكن الواحد يحس انه عايز to portray هيدا ال perfect life للعالم؟ هلا الأسباب تتعدد، بس دايما دايما بترجع لل self esteem يلي هو تقدير الذات. So usually العالم يلي بيبقى عندهم low self esteem، so مشاكل بتقدير ومشاكل اللوفابيليتي، يعني العالم اللي بتحس حالها انه هي منا كتير محبوب، يوجولي بيكون عندهم الهاي نيد للفاليديشن، سو بيكون عايزين بوزيتيف فيدباك كرمال يعززوا القيمه الذاتيه اللي هن عندهم، سو هن عايزين بوزيتيف كومنتس، عايزين يفهموا العالم هن منهم فيليرز، انه هن حياتهم كلها رينبوز وانه هن حياتهم حلوة وعندها ما عندهم مشاكل، يمكن انه هن بيسافروا كتير، بيعملوا كتير ايشنز، بيلبسوا احلى تياب، ودايما بحسوا انه عايزين هيدي الموافقة الاجتماعية، ده يعني القيمة الذاتية اللي هن عندهم اياها على حالهم. سو كمان في كتير ناس بحسوا بكومبيتيشن، انا بلبس احلى منك، انا بظهر اكثر منك، انا سيارتي بيتي شكلي احلى منك، سو بتحسي ان دائما دائما في حوالي القيمه الذاتيه وتقدير الذات. هلا اتس فيري فيري نورمال انه الواحد بحب الاتنشن تبع العالم، هي نيدز اكشلي، كلنا وي نيد سام تايمز approval, we need positive feedback من العالم, we need نحس حالنا بالمجتمع محبوبين admired. بس وين بصير المشكلة؟ المشكلة بتصير لما الواحد يستعمل السوشيال ميديا تبعه بس كرمال يعزز القيمة الذاتية تبعه، لأنه كلنا السوشيال ميديا بلاتفورمز وكلنا بنحب ننزل صور عن حالنا ومنحب نزل نحن وين رحنا وإذا on a vacation والpleasant والhappy moments والmemory وكل شيء، وهذا الشيء more than normal. بس وين ببطل النورمال؟ لما بتصير تركيز السوشيال ميديا بس على تعزيز قيمة الذات، يعني بس على أنا أميز هيدا النوع approval كرمال أنا أحس حالي محبوب، كرمال أنا أحس حالي أحسن من غيري، كرمال أنا تتعزز قيمتي الذاتية وتقديري لحالي، كرمال هيدا الشيء. 100%. لونا، وهون خلينا نقول انه اكيد ما عم نعمم مع كل الانفلونسرز الموجودين او كل البلوجرز او السيلبرتيز، لان في اشخاص عم بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي او صفحاتهم كمان لنشر التوعيه او فور جود كوز، بس يمكن عم نحكي عن جزء معين اللي وصفتيه من خلال اللي كنا عم نقوله. وهون ذكرت انه يمكن كل شخص بحب يسمع بوزيتيف فيدباك، بحب يتفاعل مع الاشخاص اللي حواليه،
بس كمان يمكن لازم ينتبهوا انه شو عم بيكون تأثيره على هالمتابعين اللي لقلهم، وخاصة فئة الشباب. كيف برأيك عم بيتأثروا نفسيا وقت عم بيشوفوا قدامهم هالظاهرة الموجودة او هالترند لللايف ستايل اللي كتير حلوة اللي كتير مريحة اللي عم بتبين لنا، اللي كتير بمحلات انه فينا نروح على 3 4 مطاعم بالنهار ومنبلش تو وندر انه طيب كيف فينا نعمل هيدا الانكم تنعيش هيدا اللايف ستايل. أول شيء كتير مهم إنه not compare ourselves مع غيرنا، لأنه أول شيء ما حدا عايش نفس الظروف مثل غيره. تاني شيء social media كتير اتمان the reality، so social media not the reality. يعني الواحد اللي بيبين مثل ما قلت إنه بيروح كتير على مطاعم وكتير living la vie en rose، هذا الشيء منه مزبوط. سو اكيد كثير طبيعي واحد يبقى بي pleasant و unpleasant moments، بس نعرف انه لما الواحد يكون بس عايش pleasant moments في حياته، هذا الشيء اللي منه نورمال، لانه this is not. سو كثير كثير مهم يقدر الانسان يفرق بين what is really reality او what is just there for show. يعني بعمل هيدا الشيء تفرجي انا عم بعمل هيدا، ممكن يكون مزبوط، ممكن يكون صور قدام، ممكن يكونوا مزبوط عم من وين عم يجوا المصاري ما بنعرف، ممكن يكونوا هن فرجوا انه هن عايشين احلى حياه، بس هن بالواقع هو كثير ناس زعلانين، كثير ناس انهم حاسين حالهم محبوبين بالحياه، عندهم كثير مشاكل ما بعرف مع أهلهم، بولينج. يعني كتير كتير مهم إنه نقدر نعمل مثل إذا بدك distinguish بين إنه عم بفرجي هو القصص just for واحد مزبوط عم بيعيش. وكتير مهم not to compare، ما حدا عم بيعيش نفس الشيء مثل التاني. هلأ شو في، يعني شو في تداعيات ما أول شيء هيدا الشيء ممكن يأثر يعني على، إذا بدك نحكي أكثر عن فئة الشباب، كمان هيدا الشيء بيأثر على السلف استيم تبع الشباب اللي عم يتابعوا هول القصص، بيصيروا فاكرين إنه هن منو good enough هوليك، إنه هن منو عم يعيشوا مثل هوليك، إنه هن لازم يكون to achieve more يمكن. So هيدا الشيء أكيد بيدمر الاستيم، كمان بيأثر على البادي شيب بادي ايمج، ممكن يكون يصير في اوردرز، ممكن يصير في ريستريكتنج لأكل، بس يعني انه انا بدي اكون جسمي بهيدا الطريقه سو انا ما بقى كثير، ممكن انا تو ستارت ليفينج مثلهم يمكن يصيروا جو اوت اوف مصاري. سو اتريد ما بيخلصوا نيجاتيف، بس كمان 100% ضوي على شو قلت بالاول بخصوص انه nowadays عم بيصير في اكثر او من الموضوع. سو في كثير انفلونسرز و بلوجرز و سيلبرتيز حتى عم بيستعملوا their social media platform to raise awareness، يعني انه social media equals to the reality. سو عم يطلعوا هول مثلا بركي بلا فلترز بلا طبع الوجه تيفرجوا انه مثلا التعيد او السرنات او الحبوب على الوجه هذا شيء نورمال، ان كمان بيقعدوا بطريقه ما تيبين بطنهم انه اتس نوت انه جسم شيء كثير طبيعي ما يكون يعني كل لا او هيك، او بيطلعوا بيقولون يمكن بيبكوا. It's really very very إذا بدك important to use social media to دو على أنه this is the reality اللي فيها. يعني لونا هون منقول لكان لكل اللي عم يسمعونا وخاصة من فئة الشباب، أهم شيء ما نقارن نفسنا بالصور وبالأشياء اللي عم نشوفها على السوشيال ميديا، لأنه دايما الحقيقة مش كاملة عم نشوفها قدامنا. وبذات الوقت كمان خلينا نستغل هالفرصة تنكون عم ندعي كل الانفلونسرز
والبلوجرز يكونوا عم يستخدموا السوشيال ميديا بلاتفورمز تبعهم بطريقه يعني يفرجوا يمكن الاشياء الحلوه مثل ما عم يعملوا هلا، بس not to overdo it، ما يوهموا يمكن الاشخاص اللي عم بيشوفوهم باشياء مش كتير مبرره او مش كتير موجوده. وعلى كل حال كمان كنت نزلته على صفحه برين ستيشن كلينيك فيديو عن هالموضوع، كمان بندعي كل اللي عم يسمعونا يطلعوا اكثر على هالصفحه، ياخذوا معلومات اكثر عن هالموضوع وغيره المتعلقه بالمنتل هيلث. لونا ماريا ابي هيلا، بنشكرك كثير على وقتك معنا اليوم، و thank you so much. ميرسي إليك. Have a nice ميرسي. bye. You too. Bye. Thank